هاي مي زمزم. ها تفرجوا ناس مي زمزم، تفرجوا السلطة السعودية شو يعملها. هاي مي زمزم الحجاج كبوها اللي من عند الله، هاي مش من عندهم. شايفين يا اخوان كيف هاي المية؟ تفضل تفضل. هاي مي زمزم لانه بده مصاري باللي هي بيها، بدك تدفع يعني بدك تدفع. تفرج شايف؟ هاي حقول السعودية الجديدة، شايفين كيف؟ مي زمزم كيف على الارض كبوها الناس، ممنوع تفوت. مية وهي مية من عند ربنا، من عند الله مش من عنده. تفرج المية اللي صار آلاف السنين الناس تشربها من عند الله، ما يدفعوا بها قرش، ممنوع تفوت، ممنوع تطلع. والمعتمر صار بده يدفع الضعف الضعفين اللي يعتمر مرة ثانية. وتفرج هاي المية وهي شوف هاي، تفرج هاي البلان وهي ممنوع يفوت الحدود. هاي كلها مي زمزم. خلي الحكومة هذه الحكومات الثانية، يعني أنا الآن صرت أؤيد إيران فعلا، طلبها إنه لازم يكون في وصاية دولية، لازم. أنا حكي مش صحيح هذا. تفرج هاي مي زمزم، لازم يصير في وصاية دولية على الحرمين، لأنه هذا ما شاء الله كلام ظلم، والله ظلم. حسبنا الله ونعم الوكيل.